ما الحكم فيما يفعله بعض الناس من المراهنة التي يدعون أنها حق؟ وإذا قال بعضهم المراهنة حرام، قال لأنك تخشى أن تغلب. وماذا أحل الله من المراهنة؟ نرجو تفصيل ذلك، جزاكم الله خيرا. المراهنة بالمال وما هو ما يسمى بالمسابقة لا تحل إلا فيما خصصه الشارع 3 أشياء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فهذه الثلاث يجوز أخذ العوض على المسابقة فيها، لأنها من أدوات الجهاد، فهي تمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ركوب الخيل وركوب الإبل والرماية، كل ذلك من أدوات الجهاد. فأخذ العوض لمن سبق في هذه الأشياء أخذ بحق، أما ما عداها فإنه لا يجوز أخذ العوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر جوازه في هذه الثلاث، فيكون أخذه في غير هذه الثلاث من أكل المال بالباطل وبغير حق، فيدخل في الميسر. الميسر هو أيضا من المراهنات، قد سماه الله قد حرمه الله، قرنه مع الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالميسر هو المراهنات التي تبذل فيها الأموال بغير حق. نعم.